التفاؤل والخطيب الباري المفوه توهيب عبد الرحمن الدمعي. تحيه لابن سعيد الحاغمه والذي تعرض قبل ايام للخطف من سلطه علي عبد الله صالح ونظامه الفاسد.
والشروعي الوطني يتزايد يوما بعد يوم. وغدا يوم السبت، وغدا يوم السبت، وبإذن الله تعالى سيكون الإنسان المدني ابتداء من السابعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا. سيتم إطلاق في تمام الساعة الرابعة عصرا مجموعة كبيرة من